السياسة والشباب محور هذا اللقاء التواصلي لأمين عام حزب التقدم والاشتراكية. وفي اللقاء دعوة إلى انخراط الشباب في العمل السياسي وتصحيح صورة السياسي لدى هذه الفئة من المجتمع. نعتبر أن المغرب في أمس الحاجة اليوم إلى أن نقوي هذا الحقل السياسي، وهذا يمر عبر إعادة النظر ربما من قبلنا نحن كسياسيين في طرق تواصلنا، وكذلك مرتبط بمجهود يتعين أن يبذل من أجل إقناع أكثر هؤلاء الشباب بضرورة تتبع على الأقل إن لم نقل الانخراط في العالم السياسي. الأمين العام لحزب الكتاب لفت أيضا إلى أن القوى السياسية من جهتها تتحمل جانبا من المسؤوليات في استعادة الثقة في العمل السياسي وتشجيع الفئات الشابة للانخراط في تدبير الشأن العام للبلاد.